يعني بهذا المجال صاحبته كثير من الفوضى التي حدثت في الفترة الماضية في الأسواق. هل تتوقع أن ينجح الوزير الجديد في ضبط الأسواق وهذا التصريح الذي ذهب إليه؟ أنا أعتقد أنه هذا الموضوع ليس معنيا به وزير التجارة فقط، يعني خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء عن تكوين فريقي عمل. فريق أول يختص بمعالجة الأزمة المعيشية الكبيرة، ويدخل في هذه الأزمة المعيشية التي يقابلها المواطنون مسألة غلاء الأسعار. فأعتقد أنه هو سيعمل ضمن هذا الفريق وليس سيعمل بوصفه وزيرا للتجارة فقط. لكن مسألة ضبط ومراقبة الأسواق هذه يعني مسألة يعني تحتاج إلى وقفة حقيقة، يعني لأنه لدينا كثير جدا من التجارب، يعني حتى منذ النظام البائد، يعني عندما يحدث غلاء وتنفلت الأسعار يدور حديث عن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، ولكن في الغالب لا تثمر عن شيء يذكر مثل هذه الحملات. يعني المهم جدا أن نعرف الآلية التي سيتم بها ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق. يعني حتى في الفترة القليلة الماضية تم إعلان عن أنه إلزام المتاجر والبقالات وغيرها في الأسواق وضع ديباجة توضح سعر السلع المعينة، وحتى هذا الأمر لم يتم الالتزام به ولم يعني تكن هنالك رقابة مجدية على هذا الأمر. الأمر الثاني يعني مسألة الغلاء، الحكومة لا يمكن لها أن تتخذ سياسات تسعيرية، لا تستطيع أن تسعير في ظل السياسة الاقتصادية القادمة الآن، وقد أشار إلى ذلك بوضوح وزير التجارة والصناعة المنصرف مدني يعني عباس مدني، قال أن الحكومة نعم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحكومة تعتمد سياسة التحرير، يعني لا يمكنها أن تتدخل في فرض أسعار محددة، لأنها هي لا تستورد هذه السلع وهي لا توزع هذه السلع، وإنما هذه المسائل تترك لآلية السوق، العرض والطلب هو الذي يحدد سعر السلعة والمنافسة. من الضحية في كل ذلك أستاذ؟ أكيد المستهلك، المستهلك العادي، المستهلك العادي، ويعني أخص بالتحديد أصحاب المرتبات الذين لا يملكون سلعة ولا يملكون خدمة يمكن يعني أن يرفعوا أسعارها ليواكبوا أي ارتفاع يحصل في أسعار أخرى. فالمستهلك وتحديدا المستهلك من موظفين وعمال يتقاضون رواتب شهرية، هؤلاء هم أكبر الضحايا من مثل هذا الذي يحدث.